والعلف غالي. العلف اللي غالي، العلف اللي مطلع لك سيبه ورا العلف غالي تاعو. ودابا حيت انا اللي دويت معاك يقول لك العلف، ولكن الناس كتقول لك تسرحوس. سي الحاج شتك مازال ما بعتي، باينه ما قنعتيش. وا باقي ما فرش الله. واش الله دابا غادي يفرجي ان شاء الله؟ غادي يفرج. عطاوك شي حاجه ولا لا؟ عطاونا. شحال عطاوك في هذا الخير؟ السلام عليكم. عطاونا 80 قال 82. عطاوك 3900 درهم 4000 درهم وما بغيتيش تبيع؟ لا قلنا باقي. ما قنعتيش الحاج؟ قلنا عطيونا 82. واش انت اللي ما قنعتيش ولا هما ما بغاوش يشريو من عندك؟ حنا اللي ما قنعناش. وبغيت نسولك. كنتي كتدخل السوق في الصغر ديالك ملي كنتي قدي ولا كنتي قد اذا تقريبا الابن ديالو؟ واش الابن ديالو؟ اي هاد الثمن كان ولا لا؟ بحال هذا شحال؟ ما كانش. شحال هادشي تقريبا كان ساوي؟ هاد الحولي تبارك الله. دابا اللي كيوزن دابا تقريبا واحد شي 80 كيلو. كان ب 40 35. ها؟ وكان بحالو بكري ب 35 40. 35 الف 40 الف. 40 الف. وعلاش هاد الفلوس كامله تزادت؟ علاش زادتو هاد الفلوس انتوما كامل؟ السومة زادت. ها؟ والعلف غالي. دابا راه العلف ليه؟ العلف غالي اولي. ولكن انتوما كنتو كتسرحوا العام كامل. اوه كانت الخيرات. عام وجيد. كانت الخيرات ياك. السيد راه كان 140. زاد. اصبح 500. اشنو؟ زادت. كلشي تزاد. تزاد تزاد. السلام عليكم. السلام. خير. شحال ديتوا هاد الخير؟ 80 قل جوج. 80 قل جوج. قل جوج باش ديتوه. علاش الثمن كامل كاين في السوق؟ الحمد لله وراه العلف غالي تاعو. ودابا حيت انا اللي دويت معاك يقول لك العلف، ولكن الناس كتقول لك تسرحوس. اي سمعتي هي السرح، اش كاين ما يتكل؟ ما كاين والو. واش ما كاينش ما يتكل ولا العلف ديال السرح ما غيوصلش لهاد النتيجه لا ما علفتيش؟ لا ما يوصلش داك الشيء. ضروري من العلف. ضروري من العلف، والعلف غالي. ولا العلف غالي شحال قاعد داير؟ وراه كاين 120، الفول راه دايرها الفرن. اييه ولكن هادشي كامل كان كياكل غير الفول من كان صغير، من كان صغير وياكل غير الفول. ولا ضروري من الماء. وانت تعالى سيدي الله يسهل لكم الامور. اللهم امين. هاي هاي هاي. وانت سي سعيدات. انت ليش مخزون لنا ليش؟ والمليح اللي داير علينا. واش المليح اللي كيدير هادشي سي سعيدات؟ حيت دابا لقيت بلاصتي تحت الحيط واش معناتها؟ بعنا لحال الحبيب من مراكش. هذه بعتيها دابا. اي دوزنا لحال الحبيب من مراكش الله يسهل عليه. امين. تغلى مربقة تنيوسنا الحليب. شحال دازت هاد الخير؟ دوزنا لي 110. 5500 درهم. 5500 درهم كاملة سلعة مليحة تبارك الله. هات. تا سي سعيد. غلم غلم. ويستاهل يستاهل الصراحة. تبارك الله. هات كاملة. جر هذاك هذاك قول لي بغيت نقول لك. شوف ارتاح ارتاح على العدي لهنا. تا سي سعيد. واسمح لينا. لا الدنيا هانيه. انا راه كنتشرط. ومرحبا راك كتشرط على المليح. كنتشرط على كنبغيت المتابع حتى هو يشوف ويتمتع. تبارك. تسي سعيدة. لا مليح صراحه. المليح احنا باش ما قطع راسو كنشريوه. تبارك الله. هذه دابا قلتي دازت. واللي بغى من غيرها كتقدا لي ولا تكون عندك ولا ماشي مشكل. مرحبا راه كنوجدوا السلعه. خلي لي من الرقم ديالك. 06 زيد 56 زيد 08 زيد 46 زيد 18 سير الله يسر لك اخويا. اللهم امين. الله يحفظك ودي السعيد. الله يسر الامور. شكون مع التليفون؟ وي كيف ما ترش مس. جرج الماء سمر سمر جرج الماء جرج جرج وينك؟ شحال شحال دازت؟ كي داير اخويا سعيد؟ القرقيع يا معلم. لاباس عليك؟ الله يحفظك. كلشي مزيان. انا راه
ماشي كشخص الله يعمر لك الدار كنضحكوا معاك كنشربوا معاك زين الله يحفظك خويا سعيد ولكن كيخليني نجي نصور عندك بالصفه الدرجه الاولى هو المليح هو المليح تبارك الله حنا راه كتشوف ديما كنديروا المليحه اخويا سعيد دابا المتابعين صراحه كيتقلقوا من الثمن شحال ماشي على التاسو الثمن في السوق انا عارفه واش غنسمع ربما شحال الثمن يلاه دخير 8000 درهم اخويا كنطلبوا فيهم جمله دينا 145000 جمله كلشي الله سير الله غنطلبوا فيهم 8000 درهم لجاب الله عطاونا فيهم شي بركه راه ما قنعدناش فيهم شحال درتي ديتيهم انت دابا ربي دينا اخويا 145 7250 ديتيهم 7250 درهم راه مطبوعين نمره واحد والله سي سعيد فيهم جوج اللي مطبوعين الناس انا دابا كتشكى من الثمن على هذا الشيء الثمن راه المليح راه بحق واش هذا راه غالي هذا تبارك الله هذا راه خير هذا تبارك الله حطي لك هنا شي شواكل راه كاين المليح اخويا سعيد شحال دار هذا مليح هذا شي واحد النقطه الناس كتقول لك ربما لا 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 راكم الثمن كديروا بواحد السلعه اللي شفنا في ديك البروج باقه ولا مشات لا مشات الله يسخر المولى السلعه اللي شفنا في قيصر مشات من حتى يقول نص والسلعه ديال يعني باقا عندنا السلعه راه خدناها اليوم حتى عطاونا فيها شي بركه يجيب يجيب الله الله الناصب انتم علاش كتشريو هذا الشيء بهذا الثمن؟ لا عزيزي انا المليح كنديروا المليح الناس راه باغا المليح كاين الناس اللي باغي المليح يعني هادشي علي توما كليان ديالكم هادشي علي الطلب الحمد لله حاجه مليحه مبيوعه فين ما مشيتي اي حاجه مليحه مبيوعه كاينين مواليها كاينين مواليها موجودين يكذب لك كاذب يقول لك شي حاجه اللي ما ولكن مليح راه بحقه في اي حاجه لا بقر لا غلم لا حديد لا وبالنسبه اللي كيشوف هادشي وكيقول لك بزاف شنو واش ثمن مناسب زايده واحد 700 درهم حتى 1000 درهم كاع في حاجه مليحه اللي مزيود هاد الغلطه دابا هاد الغلطه اللي غليت بزاف ما غاليش الرق اللي غالي شويه الرقيقه اللي غالي السلعه ديال 4000 3500 غاليه بالنسبه لهاد الغلطه هذا راه ما غاليش هادو راه حواله تبارك الله لا شحال وازن هذا اما كيجيبوا فيها دابا ديال 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 السباريون دابا وديال هذا دايره 60 درهم جايبينها من البلاصه 65 60 55 كيبيعوا فيها ب 60 65 ياك كاينه وراه هذه دايره 65 سوبر ديال المغرب وشي حاجه مليحه شي حاجه مطبوعه وصردي والصردي الاصيل ما كاين في حتى شي راه تاكل فيه هو باسل لكن فيه هنا تا عينه هذا كي تبغي تجيبوه ما يدبحوا المغاربه راه عشاق راه ما كاينش انا واحد شويه الله المغاربه راه عشاق راه ما كاينش الملح ما كاين حتى حاجه خويا سعيد نقول لك هذه النقطه واخا يجي واخا تدخل السلعه واخا تدخل اللي يدخل المليح راه بحقه شي المليح الناس باغا المليح فين ما مشيتي شي حاجه نقيه هو نلقى تبارك الله هذاك ماشي خير تبارك الله هذا ماشي خير تبارك الله خويا سعيد مطبوع الرقم واحد ها واللي بغى شي حاجه سنا الحليب واللي بغى شي حاجه بوصل محمد اللي بغى شي حاجه بحال هادشي في الدار مرحبا خلي الرقم ديالك دير 0667 45 زيد. 98 57 الله يسر لك مكان راه قيصر قرب ستالاسيون زيزو افريقيا اللي بغى شي حاجه مرحبا به الله يحفظك وراه كاين المليحه سعيد كاين بحال هادشي فوق هادشي في الدار ان شاء الله مرحبا والخير هذا قلت لك تبارك الله خير تبارك الله تبارك الله وتب سعيد مليح شنو كاين الثمن معطينا عطيه 106 ها 100 عطيه 106 يوس 5300 درهم من اللي معطيك 300 درهم دابا هذه كسيبه كسيبه عرفتي دابا الفرق ما بين الكساب وما بين الحريفي عرفت كيقول ليه الشناق علاش كيقول ليه الشناق الشناق ما تيتحملوش ما هي اخويا علاش تيغلي علينا البعيد تيغلي علينا السوق ولكن انت دابا كساب واش الشناق اللي مغليها ولا السوق اللي مغليها ولا هي مسعره البلاصه صح ما مغلي لا الشناق لا كساب التضخم جا هذا البيع جا في كل شيء كل شيء هذا الغلاء تسلط ها منين جا الله شتي هذا الغلبه سعيد العام فات حال القايده تشرات سمعتكش مزيان هذا الغلم العام فات حال القايده تشات شاد التمانيت وضربنا الميزانيه من هذاك العام اللي ترى لقيتها يعني تعرضت من ذاك العام وهي غادي تزاد تطلع راه ضرب عام ديال الايام عام ديال الايام هي ضاربه وذاك العام شحال كانت كتسوى بحال هذا الوقت في الحجم ديالها يعني مي كانت صغيره ذاك العام كان تما اخر 95 لا انا كنهضر لك صغيره صغيره هي صغيره 35 34 36 هذه مشريه ب 32 باش مشريه في هذا الشهر هذا هذه بشحال مشريه؟ هذه مشريه ب 32 في هذا الوقيته تبعتي شريتي هذه الوقيته هذه مشريه دابا طالعه في 13 شهريه عندنا حنا في الدار مشريه ب 32 باش مشريه باش مخيوطه ومن شريتي انت كتع يعني باش نفهموا مزيان ان تمنى النواحي البروج منا اي مبني مسكين من البروج من النواحي هنا ديال تقريبا راه ما كانش شي ماكله ولا شي ما كاين حتى ماكله ما تشادي كتعلف سرحت واحد الشهرين اللي سرحت في الربيع صافي وضربتها وديك الشهرين كنتي كتعاون بالعاد ولا كنتي تسرح صافي هذاك الشيء قليل وصافي ديك الشهرين هذاك الشيء قليل وغالبيتها كانت كتسرح ولكن ما والايام الاخرى ايام اخرى كوري العلف شوف وعلف قاصح
يعني باش توصل هذه النتيجه راه خاص يكون الله يرضي عليك. ترى النتيجه تقول لك حاولوا كيبان على وجهه. كنت معلم في التبن غيبان التبن، كنت معلم شي حاجه اخرى من غير التبن راه غتبان. راه غتبان هذا على التبن؟ لا. السلام عليكم. الصوفه تبين له. هذا الشيء اللي كاين. الصوفه ديالو في كوكا و... في كوكا الحمد لله. اختارت بعد 120 راه فينا هي. السلام عليكم. وتبارك الله الله يسر لكم الامور. امين الله يحفظك خويا سعيد. توفيق. والمليح ابو سعيد. مليح كاين، ولكن بغيت نسولك هذا النوع كان مولف ذاك العام كيكون موجود؟ قرب عندك شويه الميكروفون. مرحبا. هذا النوع كان كيكون ذاك العام موجود؟ زيد. وكان الثمن ديالو بلا ما نذكروا ذاك العام، ولا كان تقريبا بال 2400 2300 ذاك العام؟ كان كثر. ولا دابا حيت كنشوف دابا حاليا هذا فخود، هذا النوع بالضبط قليل في السوق وكيتباع طير وساوي الثمن. دابا هاد الغنم النقيه والسمينه بحال هكا أيه؟ السوق راه قليله. هذه دابا راه وازنه باش نكونوا فاهمين. وازنه هذه تسلك الكيلو وتسلك الواقف. هذه راه تبع الكيلو مسلكه، الكيلو تسلك مولاه الكيلو. دابا السوق راه عامر، ولكن الغنم المصلوحه بحال هذه قليله. هذا الشيء على الشيء علاش مسود فيها شويه تاع الثمن. شحال هذه دابا تقريبا؟ هي خويا ب 66 وعاطيني فيها 67. تاخذيتيها ب 66 3300 درهم وعاطينك دابا 3350 70000 10 وفي 10 عاطينك 3500 درهم. ولكن دابا شحال من واحد راه كتبان ليه انها صغيره؟ هي راه غير الشكل الزوين ديالها كيبان مميره تبارك الله. زينه وثوب وكل هذه كل شيء فيها زين. لا حيت دابا ربما راه كتبان صغيره، راه نديروها مقارنه مع الحوالي الكبار نلقاو قريب لي يعني ماشي وغاصل ليه. هي هذه الغنم موازنه على الصوفيه. موازنه كتكون موازنه. موازنه كتوزن على الصوفيه. اللي الغنم صوفه هذه توزن عليها. هذه شنو قلت لك انا؟ قلت لك تسلك مولاه الكيلو. مسلكه. مسلكه من اليوم مسلكه. اللي غياخذها اليوم يبيع يسلك فيها. السلعه الزين ديالها يبيعها. الزين ديالها النظره ديالها. النظره ديالها تبيع. تبارك الله. وراه لا حبوب لا عيب لا والو با سعيد. نقيس العام. نقي داكشي. نوض فيها لا حبوب لا والو. نقي داكشي با سعيد. راه واحد الغلب. كيما تشوف منا تشوف من لي. والله يسر لك اخويا. امين الله يحفظك. سير الله يسر لك الامور. خير هذا تبارك الله. الله يبارك فيك. اش لقيتوها زينه وبغيت تزينوها بالحنة؟ لا جاو هاد الموالي هذا اللي الحنة. ايوا يعني انت شارينا. شارينا. شحال شارينا؟ مشتري ديال جوج شريات، وحده ب 83 ونص وحده ب 80. اييه. السوق شنو داير اليوم في الثمن؟ الثمن كاين، وكاين المليح موجود. المليح موجود، والسوق ديال البروج معروف بالمليح. الله يسر لكم، واللي بغى يتقدى هذا الخير. مرحبا، اللي بغى يتقدى مرحبا. خلي لهم الرقم ديالك يا اخي. 06 زيد 23 زيد 57 زيد 25 زيد 56. سير الله يسر لك الامور. مرحبا. تراك ليا راه تبارك الله. ها كاين المليح. هاد الله يسر لكم الامور. مرحبا ودي سالم. شحال؟ 124. هذا شحال قلتي لي؟ 124. واش حيت عاقل 124 ولا حيت هو مليح؟ حيت زين. كمال بالصحة والراحة. الله يعطيك. واش حيت هو زين ولا حيت عاقل؟ كمل. لا حيت زين. دابا انتم عاتو كتشوفوا واحد الدميعة حدا العين عاد تقول لي 124 ولا حيدنا لي الدمعة شنو؟ 110. ايوا نمشيو نشريو حنا كاع حوالا نصبغوا لهم العينين ديالهم. هذه بيناتنا حنا دابا هضر. واخا الناس راه كيتفرجوا كيسمعوا. الدنيا هذه ماشي مشكل، خلي ورا المشاهدين تما يضحكوا شوية. داكشي اللي كاين. خويا واش الثمن؟ ما انا الانسان دابا بيني وبينك غادي نمشيو حنا نديروا روسنا انا وياك مريحين في واحد القهيوه وكنتفرجوا بحال هكا وكنشوفوا في هذه الحوله نسوا مباشره. غادي تسمع فين بخير الله يحفظك. كاين الوليدات كاين الكرا كاين كارين. غادي نشوفوا هذا غادي نلاحقوا باقي قبل ما ندير ديك الجيم. غتبان لي الحوله 124 ما غاديش بزاف. اش غتقول يعني اش غتقول؟ دابا انا جيني مزيان وراه واحد اخر غادي تجي شويه. غتجي مزيانه. غتجي مزيانه العدو الفينغا. العدو الفينغا. هذاك 124 تبارك الله. والله يسر لك. حنا راه ضاحكين وفي نفس الوقت كنبغيو نقربوا المتابع على واحد الصوره باش يعرف. دابا المهم هاد 124 كطلبها. يعني كطلبها باش الناس تعرف انك انت كطلب والناس اللي كيجيو عندك عاد كتفاوض معاهم في الثمن. رضيتي انت راه كتبيع ما رضيتيش؟ ضروري. بيع اشترى راه مراداتك. لا ديك الساعه كل يمشي على الجد. كل واحد وكيمشي على الجد سير. يعني المهم هذا كيطلب فيه 6200 درهم. والله يسر لك اخويا. خويا
الله يحفظك خويا سعيد. تالينا هذا الخير اخويا. عطينا خويا 80. عاطينك 80. كسيبه ولا شيري؟ كسيبتنا خويا. كسيبتك. منين بلاصه المرقد هذا الخير؟ من جهه الاثنين بلي خلو. اثنين بلي خلو. وعطوك 80 ومازال ما بغيتيش تبيع. مازال. دابا حيت انا في التعليق يقول لك بان الحريفين اللي مطلع السوق، واش انتوما الكسابه اللي مطلعين السوق ولا انت انتوما الكسابه؟ العلف اللي غالي. العلف اللي مطلع الكسيبه. اخويا سعيد حيت انا اللي نهضر معاك يقول لك العلف. الناس كتقول لك اخويا تقريبا بداد العام كانت الشتاء وكان الربيع، شحال سرحتوا من شهر؟ راه سرحنا مازال. ها؟ سرحنا من شهر واحد. من شهر واحد سرحتي؟ في رمضان او باقي سارح ويعلف. ويعلف. ما كايناش شي شبعه هي النيت. ضروري خاص العلف اللي لا بدا. راه كيما كان العلف الشرا ما تسيبوش بحال ماك. يعني انا ما علفتيش ما غاديش تشد فلوسك. وتا دابا باقي ما لاقينش فلوسنا كاع. شحال عطيني قلتي 4000 وشحال قلت واحد 80000. 80 4000 درهم. 4000 درهم ومازال طامعي تزادك ولا مازال كتشوف راسك مازال ما سالكش؟ مازال ما سالكينش خو سعيد. يعني نجيو تا دابا انا كنسولفك انت ككساب غتجي دير السيلو الورقه ضرب الحساب ديال المشرى ديال العلف ديال المصاريف ديالك ديال 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 غادي تشوف كلشي غتلقى راسك ما سالكين كاع خويا سعيد والله. واخا السؤال مادام انكم هادشي ما كتسلكوش فيه علاش كتكسبوا ولا حتى دابا مازال طامع تربح شويه؟ وحنا مازال طامعين نربحوا شي شويه وصافي. ولينا فريد ولكن هذه راه هي حرفتنا. ما عندكش البديل؟ ما عندكش البديل. ما كاينش البديل والو. ما كاين لا مصنع لا والو. انتوما جيتوا في بلاصه ما جيتوش لبلاصه فلاحيه، جيتوا بلاصه ديال الكسيبه. كسيبتنا صافي هي يعني هاد الكسيبه فيها الريسك. الريسك بزاف اخويا سعيد. اعطاتك؟ اعطاتك راك تشد ما اعطاتكش مشيت. كنتي كاسب هذا العام 50، العام الجاي غادي تكسب 30. اعطاتك العام الجاي 70. العام راه كاسب 260 هذا العام. بيد اخويا سعي وربي يدير تاويخ. هذاك الشيء اللي كاين. ايوا كاين بينو باش نكونوا متفقين. الحمد لله راكم لقيتوا السوق فيه الثمن، يعني واحد لفتوا واخا كل شيء راه كتبيعوا بالثمن. كاين الثمن. احنا ولفنا احنا الغلا، احنا كاع علفوا كل شيء. اخو سعيد. ولكن انتم واقيلا شاري الغلا قبل. شاري. شارين شرخه. شاري الغلا. راس غايقول خدناه ب 45 42. وكنتوا شارين ب 20 22 كيف ما موالفين كان غايكون الخبز. تعاونوا مع الدراوش. نقوص عليك واحد 1000 درهم. هذاك الشيء اللي كاين اخو سعيد. زادت على قبله. على قبله ودي اخو سعيد الله يحفظك. يسير الله يسر له. اللهم الله يحفظك. المغرب بخير هذا تبارك الله. دار السعيد بخير. شفتك اليوم جاي واقف حسكه في البروج جايب لي هذا الخير. لا مليح تبارك الله سلعه مليحه. والثمن ديال هذا الخير؟ الثمن هذا 76. 76 76 3800 درهم. اصبحت تبارك الله السلعه مترجم من الريال درهم. خير هذا تبارك. اللي بغى شي حاجه مرحبا به، اللي بغى شي حولي للعيد مرحبا، اللي بغى الجمله مرحبا. كتبيع حتى دابا الجمله وكتبيع وكنبيع العيد. اللي بغى شي حاجه مرحبا بها. الثمن ديال الفرادي راه ماشي هو الثمن ديال دابا هي جمله عاطينا 76. الثمن الفرادي كتكون على حسب السيد اش غيعدل. كتكون على حسب السيد باغي الغولد ولا شي حاجه رقيقه. بغيت تقدر خلي لي الرقم ديالك. النمره 076 زيد 35 زيد 78 زيد 72 زيد سبري بعد ما يتزاد صافي. الله يجعل البركه. الله يسهل. الله يسر لك الامور. الله يعاونك. الله يحفظك. هذا عياري، هذا حولي كيقول لي العياري العيد. اييه الثمن ديالو 96. ها دابا حاليا المعطى شحال؟ 96. اييه السوق شنو داير اليوم في هذا؟ السوق كاين 40 و 50 كاين 40 وكاين الثمن. اييه تبارك الله. اللي باغي يذبح راه ما عنده. الله يسر لكم اخويا في هذا الخير تبارك الله. حولي زين تبارك الله. الله يحفظك. شحال الثمن ديال هذا الاخر تاو؟ 87. ودابا الناس راه كتشكى شويه من ناحيه الثمن. واش الثمن هذا ما نقول هذا فيه ثمن؟ يعني كل حاجه ملي كتكون غليظه راه ساويه ثمن بحقها. كل له ثمن ودابا كل له حسابه. وصير الله يسر لكم اخويا. الله يحفظك. باقي صار اش داير في التمن؟ اكثر رباعيه. دار لك سر رباعيه.
حاجه مليحه. هذا الرباعيه تبارك الله كيكون كيكون اللحم ديالها مزيان. هذا الرباعي انا راه كيقول لك الرباعي هذا راعي في اللحم ياك كيكون ملحم. الله يحفظك الله يخليك.